أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في العراق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرا بإلغاء استفتاء إقليم كردستان المقرر إجراؤه في 25 من الشهر الجاري. وفي أربيل عاصمة الإقليم حل وزير الدفاع البريطاني ضيفا على القيادة الكردية لإقناع رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء والتشديد على الالتزام البريطاني بسلامة العراق والعمل على مع الأمم المتحدة من أجل بحث بدائل عن الاستفتاء. وبينما تتواصل هذه المشاورات المكثفة، أعلن الجيش التركي الاثنين أن قواته بدأت مناورات عسكرية بمشاركة دبابات قرب الحدود العراقية. هذه التطورات وأخرى غيرها نناقشها مع ضيوف ساعة حرة هذا اليوم من أربيل: عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، ومن بغداد سرمد البياتي المحلل السياسي والأمني العراقي، ومن العاصمة الأمريكية واشنطن دوغلاس أوليفانت وهو كبير باحثين في مؤسسة نيو أمريكا. نبدأ من ضيفنا من بغداد سرمد البياتي المحلل السياسي والأمني العراقي. أستاذ سرمد، أهلا بك إلى ساعة حرة لهذا اليوم. ما هي تفصيلات قرار المحكمة العليا الاتحادية، وما هي يعني ردود الفعل الأولى في بغداد إزاء هذا القرار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المحكمة الاتحادية اتخذت هذا القرار بناء على دعوة يعني رفعت من الدولة من رئيس الوزراء. المحكمة الاتحادية اتخذت بقرار بإلغاء الاستفتاء حكما ولائيا، يسموه هذا الحكم الولائي، على مدة من أجل أن يتوضح العالم أنه مو شرط الطرف الثاني أن يكون يعني الخصم أن يكون موجود بالمحاكمة. احنا الوضع في بغداد بصورة عامة أنقلك إياها، لست كمحلل أمنيا أو سياسيا، كمواطن اعتيادي، الوضع فيه استياء كبير داخل الشارع العراقي. طبعا هذا الاستياء متأتي من عدة أسباب. السبب الأول والرئيسي اللي يعني المواطن يشكو منه أنه لماذا في هذا التوقيت؟ لماذا في هذا التوقيت؟ الأخوة الكرد دائما يفاوضوننا، يفاوضون الشعب والدولة، يفاوضوهم في الأوقات الحرجة، كأن تكون صدفة عندنا الأربعاء الدامي، أيضا أتوا المفاوضات. الآن نحن في معركة عسكرية ومعركة طاحنة. أنتم تعرفون. نعم، سنأتي على هذه التفصيلات أستاذ سرمد. أنا كان سؤالي على رد الفعل الرسمي في بغداد إزاء قرار المحكمة الاتحادية، سنأتي على هذه التفصيلات خلال سير البرنامج. نعم نعم، رد الفعل الرسمي الدولة بصورة عامة، سواء البرلمان أو رئاسة الوزراء أو الشعب، خلينا نقول بصورة عامة، غير موافقين ومؤيدين لقرار المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية تقول هذا القرار الاستفتاء غير دستوري، لسبب أيضا، لسبب آخر غير دستوري. إحنا عندنا برلمان وعندنا دولة وعندنا رئيس جمهورية ورئيس وزراء، كل هؤلاء هم أقسموا اليمين على وحدة العراق، أقسموا اليمين عندما كتبوا الدستور، وكل من كتب الدستور موجود حيا يرزق لحد الآن، سواء في الدولة، سواء في العراق أو في إقليم كردستان، موجودين، هم نفسهم موجودين، نفس الأشخاص، ما تغير بأي شخص. طيب هم حلفوا يمين على وحدة العراق، ليش حاليا تصير نعم. هاي الأزمات وبالتوقيتات طيب. هذه نعم. هاي المشكلة. نعم. دعنا ننتقل إلى أربيل، إلى الدكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين. دكتور خسرو، أهلا بك إلى ساعة حرة لهذا اليوم. يعني كيف تلقت أربيل قرار المحكمة الاتحادية العليا؟ كيف ستتعاطى القيادة الكردية مع هذا القرار؟ يعني سبق لهذه القيادة أن يعني رفضت قرار مجلس النواب واعتبرته قرارا يعني شوفينيا، لم يراعي التوافق وما إلى ذلك. هل ستتعاطى بنفس الطريقة مع قرارات تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا؟ مساء الخير، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي الحرة. طبعا قرار المحكمة الاتحادية يعني لابد أن نقوم بالحديث عن مضمون القرار قبل أن نتحدث عن ردود الأفعال. طبعا ردود الأفعال هي مرفوضة بصورة تامة، لكن
هذا مو قرار، هذا موافقة على طلب. نعلم بأن القرار الولائي أو الطلب الولائي لرئيس الوزراء هو لإيقاف عملية الاستفتاء لحين إصدار المحكمة قرارا حول جواز أو عدم جواز انفصال محافظة أو إقليم عن العراق، يعني باعتباره هو طلب عام للاستئناس بقرار المحكمة بصورة عامة. وطبعا هذا القرار الطلب أنه وقف عملية الاستفتاء لا يعني إلغاء عملية الاستفتاء، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه بعد 3 أيام من إصدار هذا القرار، إذا لم تقم الجهة بإيقاف العملية فإن من حق المتضرر وهو رئيس الوزراء تقديم تظلم إلى المحكمة لإثبات أو للتأكيد على قراره. وبعد إصدار هذا القرار من الممكن تمييز القرار بعد يعني 3 أيام، وبالتالي هي عملية إجرائية تستند إلى قانون المرافعات المدنية العراقية، وخاصة المواد 151-152-153. وهذه الناحية الشكلية. الناحية الأخرى، طبعا في الإقليم ننظر إلى المحكمة الاتحادية والبرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية كموقف من بغداد، وبالتالي هي الصورة واضحة. وأي قرار يصدر باتجاه أو لإيقاف عملية الاستفتاء فهو مرفوض نهائيا من أي سلطة كانت في العراق، سواء كان من المحكمة الاتحادية أو الحكومة الاتحادية أو البرلمان الاتحادي. النقطة الأخرى، لكن دكتور خسرو، لو سمحت لي حتى نضيء هذه النقطة للمشاهدين الكرام، يعني حين ترفض أربيل كل القرارات الصادرة من المؤسسات العراقية في بغداد، سواء كانت مؤسسة شرعية اشتراعية قصدي نيابية أو مؤسسة قضائية، يعني الإقليم إلى الآن لم يستقل، لم ينفصل، ألا يجب على الإقليم أن يلتزم بالقوانين العراقية؟ والمؤسسات العراقية لم يجري الاستفتاء بعد، لم يتحقق شيء بعد، الإقليم ما زال جزءا من العراق وجزءا من العملية السياسية والدولة العراقية، أليس كذلك؟ طبعا، لكن فقط ردت أوضح هذه النقطة واللي هي نقطة جوهرية. الأقليم يعترض على عدم تنفيذ الدستور، وبالتالي لم تقم بغداد بتنفيذ الدستور لحد الآن، وحق تقرير المصير هو لأنه لم يتم تنفيذ هذا الدستور وفقرات الدستور. ومن بين أهم المواد التي لم يتم أي يعني تنفيذه لحد الآن مادة 92 من الدستور العراقي اللي يتناول تشكيل المحكمة الاتحادية وفقا للدستور العراقي. المحكمة الاتحادية الحالية مشكل بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، واللي يرجع إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ونعلم جيدا بأن المحكمة الاتحادية نفسها محل شك ليس فقط الكرد ولكن كل الأطراف السياسية العراقية، وكان هناك مظاهرات، وتتذكرون هذه المظاهرات ضد المحكمة الاتحادية وإقالة رئيس المحكمة وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نتعامل مع مؤسسات رفضت أن تكون مؤسسات اتحادية. البرلمان الاتحادي على سبيل المثال، البرلمان الاتحادي كان يجب أن يتشكل. إذا لماذا واصل النواب الكرد يا عزيزي لو سمحت لي، إذا لماذا واصل، وأرجو الإجابة باختصار لو سمحت، إذا لماذا واصل النواب الكرد على مدى هذه السنوات الحضور في جلسات مجلس النواب، مقاطعة الجلسات التي تخص الجانب الكردي وحضور الجلسات التي لا تخص الجانب الكردي؟ طبعا كان هناك أمل بالتوصل إلى اتفاقية، وكان هناك أمل بحل الإشكاليات ووجود مبادرات حقيقية لحل الإشكاليات وبناء الدولة الاتحادية. فقط نقطة مهمة هنا، كان هناك وثيقة العمل السياسي اللي تشكل به حكومة العبادي، كان من بين هذه الوثيقة هذه النقاط الأساسية: تشكيل مجلس الاتحاد واللي يمثل الأقاليم والمحافظات، ولم يتم تشكيله. وكان من بين أيضا، طبعا هذا كان سبب المشاركة، تنفيذ المادة 140 ولم يتم تنفيذه، وأيضا مسألة الميزانية يتعلق أيضا بالمحكمة الاتحادية، أيضا كان موجود ضمن النقاط الرئيسية جدا. وبالتالي نحن نجد بأن الحكومة الاتحادية لم تقم بتنفيذها، واستمر النواب فقط لدعم حكومة العبادي للحرب
على داعش في هذه المرحلة، وكان طبعا رغبة من المجتمع الدولي والتحالف الدولي لتواصل واستمرار النواب الكرد في بغداد لحين الاستكمال أو لحين الانتهاء من الحرب على داعش. نعم، أنتقل إلى واشنطن إلى السيد دوغلاس أوليفانت وهو كبير باحثين في مؤسسة نيو أمريكا. أيضا سيد دوغلاس أهلا بك إلى ساعة حرة لهذا اليوم. يعني قبل أن أستفسر منك رأيك في الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع البريطاني لأربيل هذا اليوم ولقائه بمسعود برزاني، كيف تعلق على قرار المحكمة الاتحادية العراقية بتعليق عملية الاستفتاء في إقليم كردستان؟ كلا الطرفين ما زالا مختلفين كما يبدو بهذا الخصوص. الطرفان بعيدان عن بعضهما البعض. مرة أخرى الموقف الأمريكي الرسمي حول الاستفتاء واضح جدا. بالنسبة لي شخصيا هذا حافل بالمشاكل بالنسبة للأكراد، لأننا كما سمعنا من صديقنا في أربيل الأساس للاستفتاء الكردي وطلب الانفصال كل هذا مبني على الدستور العراقي، على البنود في الدستور العراقي وأنها لم تحترم. يبدو أن المحكمة ومن صلاحياتها تفسير الدستور العراقي تقول للأكراد هذا ليس واضح بعد، ما إذا كنتم من حقكم دستوريا الاستقلال وعليكم التوقف وإعادة النظر في المسألة. البنود في الدستور العراقي التي لم تنفذ هي كثيرة، والضيف أشار إلى البند 140 الذي لم ينفذ، ولكن أيضا إقليم كردستان لم تكتب دستورها كما دعا إلى ذلك الدستور العراقي. هناك الكثير من القضايا الدستورية التي يجب حلها. في رأيي المحكمة العراقية تقول لإقليم كردستان يجب أن تتمهل إلى أن تسوى مسألة فصل أو الانفصال، انفصال كردستان دستوريا، هل هو صحيح أم لا؟ نعم سيد دوغلاس، يعني بخصوص المبادرة التي تحدث عنها ماكور قبل بالأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، وقال بأن يعني الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش بانتظار رأي نهائي للقيادة الكردستانية بخصوص المبادرة التي قدمت والتي يعني رفض الكشف عن تفاصيلها، هل يعني تبلغ التحالف الدولي بموقف رسمي من كردستان بهذا الخصوص، أم أن هذه التصريحات الإعلامية لا تعبر عن موقف رسمي كرد على هذه المبادرة؟ التحالف كتحالف لا أعتقد أنه أصدر بيانا رسميا، ولكن رسميا أمريكا واضحة وموقف الاتحاد الأوروبي واضح وموقف القوى الإقليمية واضح جدا، ومن الصعب العثور على طرف داخل التحالف موقفه بشأن الاستفتاء غير واضح. إذن فكرتي أن التحالف لديه موقف يختلف عن موقف الأعضاء هذا غير منطقي بالنسبة لي. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجولة الأولى للاستفهام من ضيوفنا عن جديد التطورات بخصوص الاستفتاء في كردستان العراق، نأخذ فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار ونفتح محاور جديدة فيه. فاصل ونواصل.